بابا خلينا نفتح الاغراض المدرسيه اللي اشتريناها جديده. روح افتح هون عادي. بابا لا بدنا نصور حتى نشوفهم للمتابعين. يعني تريدون نصور هين حتى يشوفون المتابعين؟ ايه يلا صيح يوسف وتعالوا. يوسف هون هون امشي لنصور الدنيا مالتنا القرطاسيات اللي اشتريناها جديده. يا قرطاسيه الاغراض مال المدرسه اشتريناها جديده. ما بدي نصور بدي نتفرج على اليوتيوب. يوسف ما يقبل يصور. ليش ما يقبل يصور؟ يعني زعلان؟ ما ندري بس هو يقول ما نصور. امشي خلينا نشوفه ليش ما يقبل يصور. يوسف ليش ما تريد تصور؟ دابا عن نوني وبوني. منو نوني وبوني؟ هذا عندهم قناة على اليوتيوب؟ ايه. كثر عندهم مشتركين هما؟ ايه كثر. قليل؟ ايه. زين شنو رأيك نقوم نصور ونقول لهم اشتركوا بقناتهم ويصير عندهم مشتركين هواية؟ يعني يصيرون هالكثر؟ اي يلا امشي يلا. هلا طبعا عبودي ويوسف والارد يشوفوكم الاغراض المدرسية الجديدة اللي اشتروها. شوفوا كل واحد قال غراضه بجردته. بس قبل ما نفتحين راح اخلي لكم رابط قناة بوني ونوني بالوصف. راح اشتركوا بقناتهم واكتبوا لهم احنا من طرف عائلة حسام واكتبوا لهم انه يوسف يحبكم. تحبهم يوسف؟ ايه راح اقول لهم يوسف يحبكم. اوكي هسه الاغراض كل واحد غراضه بجنطته. بي من نبدي؟ اني راح نبدي بعبودي. يلا عبودي افتح الجنطة مالتك وشوفنا شنو الاغراض اللي بيها. طبعا كل واحد اغراضه موجودة مثل ما قلنا لكم بجنطته. وش هاي المحفظة؟ اوكي خلينا نشوفها. هاي المحفظة مال عبودي. تمام اوكي خلي هنا يمك. مساحات. هاي المساحات طبعا علبه كامله اللي هي مشتركه بين عبودي ولارا ويوسف. هاي المقطه. اوكي هاي المقطه والمبراء. افتح خلينا نشوف لهم اياها. طبعا الالكترونيه هاي صراحه نشوف لكم اياها. شوفوا هاي طبعا الالكترونيه هنا راسمين نوع النبله اللي تريدوها ومنها يتخلى القلم. هسه هذا القلم شوفوا راح نخليه هنا راح نجربه. شوفوا هاي النبلة شلون صارت. يلا عبودي شفنا الأغراض البقية. هذا دفتر رسم مال عبودي. خلينا نشوف الأغراض البقية. دفتر أبو المية مو لو 60 أبو المية. أوكي تمام. هاي الدفاتر. هاي الألوان مال عبودي. أوكي ها خلصت لو بعد أكو شيء. أقلام أبو النبلات. هذا هو النبلات مالته. وهاي الجنطة الجديدة مال عبودي. إذا هسه نروح ويا يلا نروح ليوسف. طبعا يوسف ما عنده مدرسه فاكيد اغراضه يعني ما راح تكون بقد مال عبودي او مال لارا. ان شاء الله السنه الجايه يقعد بالمدرسه يوسف. هذا اوكي هذا لون معي شوفوه. احرف وارقام. احرف وارقام وحيوانات يلونها يوسف. هذا تسوي مثل هذا. اوكي وهذا تسوي مثل هذا. تمام يلا شوفنا بعد ايش عندك. اوكي هاي الدفاتر مال يوسف. تمام هسه عندك اربع دفاتر ودفتر مال لون معي. يلا شفنا بعد الاغراض البقيه. هذا الدفتر الرسم. واو سباق سيارات. وهذا ها مسطره. وهذا قلم نبلات. واو هاي المقطاطه مال يوسف شوفوا طبعا يدويه. هاي ما جبت لها الكترونيه. ان شاء الله من يوم بالمدرسه نجيب لها الكترونيه. يلا بعد شنو يوسف؟ بعد شنو؟ خلينا نشوف شنو بعد عندك. هاي المحفظة تمام مال الأقلام. وهاي الألوان مثل مال عبودي. الله هاي حتى تلون بالكتاب. هذا مال لون معي. ايه هاي أغراضك. وهاي الجنطة مال يوسف. هذا هو يوسف خلصت الأغراض. مبروك أنت وعبودي. هسه نروح لارا. يلا لارا افتح الجنطة مالتك. افتح الجنطة مالتك خلينا نشوف شنو بيها. هذا تجيب بيه دفاتري. اوكي الدفاتر مال لارا. خليني هنا لارا. اوكي خليني هنا. اوكي يلا بعد شنو؟ انا دفتر رسم ارسم بيه يعني مو الون. قلم نبلات. قلم نبلات تمام. بهاي المقطة نفس مال عبودي. هاي المقطة نفس مال عبودي اللي هي الكترونية مثل هاي شوفوا. هاي المحفظة كذلك بناتية. نفس مال يوسف عبودي. ايه هاي الالوان اقلام الوان نفس مال يوسف عبودي. هسه نجي على الجبل وتغيروني. اوكي خليني اشوف. هاي اخر جيب يعني هو؟ ايه. اوكي.
بي هاي مسطره هيك تصير ما تنكسر. هاي الجنطه مال لارا شوفوا لها اللي هي لونها تركوازي واسود. اكتبوا لنا راح اخلي لكم رابط على الانستغرام مالتنا كذلك بالوصف وراح يطلع لكم هنا هسه على الشاشه. اشري لارا راح يطلع الشاشه راح يطلع الشاشه هنا. اكتبوا لنا منو اغراضه احلى. ولهنا وصلنا نهايه الفيديو. لا تنسوا